أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. في 3 حلقات سابقة استعرضنا مع حضراتكم أجزاء مختلفة من كتاب القس الدكتور إكرام لمعي بعنوان المسيحيون بين الوطن والمقدس. استعرضنا تاريخ المسيحيين العرب، وجودهم وصنعهم في الحضارة والدور اللي لعبوه. ركزنا على مصر وخاصة بعد الفتح العربي الإسلامي والأدوار المختلفة، التمازج، الحضارة، والأدوار الوطنية اللي لعبها المسيحيين في صنع الحضارة وفي مقاومة الاستعمار بحسب مفاهيمه المختلفة. مشينا الحقبات المختلفة، وقفنا على أعتاب ثورة يناير. عشان كده في هذا الجزء الرابع والأخير من هذه السلسلة يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الدكتور القس إكرام لمعي. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. ونتكلم عن ثورة 25 يناير. أيوه. في هذه الثورة وفي الكتاب حضرتك ذكرت أن الكنائس الثلاث كانت ضد الثورة. بطريقة أو بأخرى عبرت في البداية تحديدا عن زي كده موقف ضد ثورة 25 يناير. أيوه. ولكن الشباب، ما الشباب المسيحي نسبة كبيرة منه لم تنصاع لهذه الرؤية. كانت واضحة قوي يعني. وشاركوا في المظاهرات. كبداية. والحقيقة ده كان قبل 25 يناير. كان الإرهاصات يعني مع كنيسة العمرانية. كان في كنيسة العمرانية بتتبني، وبقرار إداري مجحف أوقفوا المباني بعد ما صرحوا بالمباني. فالشباب المسيحي راح هاجم المحافظ، عمل مظاهرة مسيحية خالص يعني، ومعهم طبعا بعض اخوتهم المسلمين، لكن كان واضح ان هذه ضد ايقاف بناء الكنيسة، كنيسة ارثوذكس في العمرانية. وكانت اول مرة بالنسبة لنا ان احنا نشوف المسيحيين بيتظاهروا ضد الدولة. بالظبط بالظبط، شباب المسيحيين بيتظاهروا ضد الدولة لاجل بناء كنيسة. فدي طبعا كانت يعني ساين انديكيشن، يعني علامة على ان في تحول حصل في الشعب المسيحي وخاصة الشباب منهم. ده بقى انفجر في 25 يناير، كان ده مش حالة فردية. لا، ويمكن كمان في احداث القديسين، وجود المحافظ في الجنازة اللي كانت في دير مريمينا، تم برضه مواجهته وهتافات ضد الحكومة ومهاجمته. بالظبط، وضد الحكومة ورئيس الجمهورية وكله يعني، وبالذات وزير الداخلية. فبرضه ده كان إرهاصات أو مؤشر علامة أخرى. طبعا في 25 يناير بقى يعني زي ما يكون انفجار حصل، إنه الشباب زي ما يكونوا طالعين من تحت سور الكنيسة، وطبعا اندفعوا بقوة على ميدان التحرير، وكانوا واضحين قوي، وكانوا بيقفوا على المسرح وكانوا بيرنموا، والمسلمين بيرنموا معاهم بعض الترانيم الجميلة يعني عن مصر وعن كده، وكانوا بيقفوا حوالين المسلمين هم بيصلوا، وما كانش في أي نوع من الخلاف أو بين المسيحيين والمسلمين على هذه الأرضية. وده اللي عمل صدمة جامدة جدا للشرطة ساعتها، لأنه هم بيلعبوا على الخلاف بين المسيحيين والمسلمين وبين كنيسة وما بيناش كنيسة والكلام زي كده. لكن في 25 يناير حصل العكس تماما يعني. طيب، وقراءة الصورة بعد 5 سنوات؟ بعد 5 سنوات دلوقتي احنا رجعنا تاني لنفس يعني الشباب المسيحي ما خرجش من عباءة الكنيسة؟ لا خرج بس مش كله رجع يعني. على حضرتك احكي لنا. مش كل الشباب رجع يعني ان الشباب كتير قوي خرجوا من الكنيسة وبعدين رفضوا الرجوع تاني بعد انتهاء الثورة، وابتدت موجة إلحاد شديدة جدا في بين المسيحيين وبين المسلمين أيضا. برضو ده نوع من الاعتراض والاحتجاج على السلطة الكنسية القوية يعني. وبعدين حصلت احتجاجات ضد في كنائس محلية، ضد رعاة الكنائس في أكثر من كنيسة على مستوى الجمهورية. ودي كانت زي ما تقول تداعيات لثورة 25 يناير. وفي النهاية رجعت الكنائس زي ما هي، وحصلت تغييرات بسيطة جدا، لكن الشباب ما زال خارج الأسوار، أنا أعتقد كده. طيب حضرتك كنت عايز تقول حاجة تانية خاص بالصورة بعد 5 سنوات، مش مجرد عودة الشباب. يعني احنا رجعنا لنفس يعني نظام أشبه بمبارك،
طبعا كانت المأساة انه محمد مرسي يحكمنا يعني، وان الاخوان يحكمونا. كانت سنة في من أسوأ السنوات اللي اتحكم فيها مصر في التاريخ، سواء قبل ثورة 52 او بعد ثورة 52. وبالتالي احنا تطلعنا انه الجيش يرجع ينقذنا مرة تانية، وده اللي حصل، ان الجيش تدخل وانقذنا. وكانت ثورة يعني 30 يونيو اعتقد انها ثورة او استكمال لثورة 25 يناير. ورجع البرلمان دلوقتي، يعني دلوقتي عندنا دستور، عندنا دستور كويس فعلا حقيقي. بس المهم الدستور مش ما نخلوش حبر على ورق يعني. يعني الدستور عايز يتنفذ دولة مدنية حديثة ديمقراطية، وكمان نحقق الشعارات بتاعة 25 يناير هي حرية عيش، حرية، عدالة اجتماعية. كل ده ما اتحققش بالصورة اللي احنا كنا متوقعين ان هي تبقى موجودة. طبعا افضل حاجة دلوقتي احنا بنحس بيها بالمقارنة بالدول اللي حوالينا الامن. لكن غير الامن ما فيش طموحات اتحققت بصورة واضحة يعني. طبعا من ضمن الحاجات الكويسة دلوقتي ان حكاية قانون بناء الكنائس اللي هيتعرض على البرلمان، واحنا نتمنى ان ده يبقى ايجابي يعني. هل من التعميم ان احنا نقول ان الاقباط بيدعموا اي سلطة خوفا من التيارات الاسلامية؟ ممكن نقول كده. مش اي سلطة يعني، هم ما دعموش الاخوان. ما عشان هم الاخوان نفسهم تيارات اسلامية. ما يعني هم ما دعموش الاخوان، هم يعني المسيحيين بيثقوا في الجيش المصري من ايام عبد الناصر. والجيش المصري على فكره ما لم يخيب ظن المسيحيين غير في المجلس العسكري اللي هو كان الفترة الانتقالية، واللي فيها جابوا رموز الإخوان عشان يحطوا الدستور زي طارق البشري مثلا. خلينا واضحين، أنا كاتب الكتاب في الكتاب الأسماء يعني، عشان كده أنا لازم أقول يعني. لو مش طارق البشري بس، كان في عضو تنظيمي في الإخوان، وكان في عضو تنظيمي في الإخوان أيضا من اسكندرية برضه. بس هو جاب يعني طارق البشري جابوه كدستوري يعني، يضع الدستور وهو الذي أفتى أن أكون الاستفتاء قبل البرلمان وقبل رئاسة الجمهورية وقبل كل حاجة، الدستور على الاستفتاء على دستور للإخوان. وطبعا أنت فاكر حكاية أنه دياتي غزوة الصناديق، ومش عاجبه يروح كندا واللي مش عاجبه يروح كندا 19 مارس والكلام ده. فطبعا الحقيقة هم بيقولوا الدفاع بتاعهم بتاع المجلس العسكري انه امريكا كانت ضغط عليهم ان هم عايزين التيار الاسلامي يحكم، وطبعا ده عذر اسوأ من ذنب يعني. عشان كده حضرتك بتقول ان دي الفترة الوحيدة اللي الجيش خذل فيها المسيحيين. خذل فيها الشعب المصري كله، لانه مش بس المسيحيين، وبرضه المثقفين المسلمين كانوا غير راضيين خالص على اداء المجلس العسكري. إلى أن حصل إنه محمد مرسي خد الحكم، ودي كانت يعني نقطة الانهيار الشديدة يعني. وبعد كده طبعا الأداء بتاع محمد مرسي هو اللي ضيعه برضه، ده نوع من إن ذكاء وخانه. حكاية الإعلان الدستوري اللي إدى نفسه كل السلطات تبقى في إيده، وساعتها بقى كان موقعة الاتحادية كان واضح قوي ان المسيحيين فيها. يعني دي برضو بتقول لك ان المسيحيين قوه لا يستهان بها في البلد، ان المسيحيين هم اللي اتضربوا قدام الكاميرا، والمسيحيين هم اللي اتهانوا، وهم اللي صمموا ينزلوا يعني. حتى شكل المظاهرات نفسها كان واضح ان هم اغلبيتهم مسيحيين، ودي فعلا اللي هزت عرش محمد مرسي. فطبعا كان الامل انه يجي الفريق السيسي ويبقى هو رئيس الجمهوريه، وطبعا تقريبا بالاجماع الشعب المصري اختاروه ورفض اي رئيس مدني. احنا كان الامل انه يكون في رئيس مدني، بس هم الدنيا باظت لما جه المدني اخواني. فالناس قالوا لا حل الا رئيس عسكري دلوقتي يعني. طبعا هو بيبقى مدني بعد ما يبقى رئيس جمهوريه ذو خلفيه عسكريه، ويكون ده يعني الثمان سنين دي احنا بنعتبرها مرحله انتقاليه.
ان الرئيس يهيئ لانتخابات بين اتنين مدنيين. اي هوب يعني انا اامل هذا، وانه الجيش يبقى هو اللي بيحمي المدنيه وبيحمي الحضاره، وانا اعتقد ان الرئيس السيسي بيفكر كده. جميل. طيب حضرتك كنت اتكلمت عن ثلاث اسباب اساسيه تقف حائلا بيننا وبين القضاء او اضعاف التطرف. ايه الحاجات دي؟ ايه الاسباب دي؟ اول حاجه انا بشوف انه ان تبني الدوله للتفسير الديني. تبني الدوله للتفسير الديني. يعني الدوله يعني بتعتبر انه الدين ده زي السلع اللي بتشتريها من بره، يعني بتقول ان المؤسسات الدينيه هي المسؤوله عن الدين. ده في احتكار مش مجرد تبني. احتكار. ايوه، احتكار الدين، انه المؤسسات الدينيه التابعه للدوله اللي هي المؤسسه الاسلاميه والمؤسسه المسيحيه هم المصدر الوحيد للفتاوي والتفسير المسيحي ولكذا ولكذا ولكذا، وبالتالي هم بيرفضوا اي حد يجتهد خارج هذا الإطار، حتى لو قال نفس الكلام اللي بتقوله المؤسسة الدينية. هم ما يلمعهوش، لما يبقى واحد خارج من بعيد عن المؤسسة الدينية ويجي يقول نفس الكلام اللي بيقولوه الأئمة بتوع المؤسسة الدينية، هم بيرفضوه، بيترفض. فبالتالي وكمان المثقفين اللي هم بيجتهدوا للإصلاح الديني هم يعني بيعتبروهم زي علامة على الديمقراطية في مصر، فلما بيحصل مؤتمر بره بيبعتوهم ويسمعوا كلامهم وكل حاجة، لكن لا يهتموا أبدا أنهم يحققوا الكلام اللي هم بيقولوه. يعني عندنا ناس كتيرة تتكلم عن الإصلاح الديني وعن الثورة الدينية، يعني السيسي نفسه اتكلم عن الثورة الدينية مرة واحدة. ما هو ليه؟ لأنه هم لما هو اتكلم عن الثورة الدينية كان في ذهنه حاجة، هم خدوا كلمة الثورة الدينية ولخصوها في دعوة قديمة جدا اسمها تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني ده نتيجة وليس نتيجة الثورة، يبقى في تجديد، واخد بالك؟ لأنه اللي عايز يتجدد الفكر. أنا لما جدد الفكر الديني هيتجدد بالتالي الخطاب الديني. لكن هما بيجوا يتكلموا عن الخطاب الديني وازاي نتكلم في الخطاب الديني ونعمل ايه في الخطاب الديني، وده مش موضوعنا. هو موضوعنا تغيير اساسي في الفكر الديني، يبقى فكر مصلح. هو ده اللي كان السيسي طالبه، وهكذا انتهت القصه على هذا. طيب يبقى واحد احتكار الدوله للدين، زي حتى ما حضرتك ذكرت من ثلاث حلقات كده، والامبراطور قسطنطين وازاي اثر سلبا على المسيحيه. بالزبط. ايه الاسباب الثانيه؟ السبب الثاني هو إن الشعب المصري في تاريخه الطويل ده لم يختبر ثورة إصلاح ديني خالص، يعني ثورة إصلاحية في الدين ما عدتش عليه في تاريخه. ما عدتش عليه، كان في إرهاصات، يعني مثلا محمد عبده قال بعض الفتاوي المستنيرة، وحتى هو يعني المثقفين اللي هم عايزين إصلاح اعتبروه لم يقدم نظرية متكاملة، لكن ما قدمش نظرية كاملة للإصلاح، واللي طبعا اللي ضده اعتبروه خارج على الدين. هو لا حصل كده ولا حصل كده، اللي هو وده رمز الإصلاح عندنا. والحكاية ولغاية دلوقتي كده، لغاية دلوقتي المصلحين بيقدموا آراء أفكار، لكن ما حدش بيقدم لي نظرية متكاملة ويموت عشانها، أو يقدمها ومستعد يبذل دمه عشانها، أو يجمع ناس حواليه ويقول احنا عايزين ده، زي ما عمل مارتن لوثر مثلا في اوروبا او حاجات زي كده. ففي التاريخ كله ما حصلش اي حركه اصلاحيه شعبيه دينيه، يعني لقائد والناس مشيت وراه، وبالتالي هو مش متخيل ده، مش متخيل ده في حياته. يعني بيقول لك تبقى ازاي يعني ثوره دينيه؟ شكلها ايه دي؟ شكلها تبقى ايه؟ مش عارف ايه، لانه اجداده ما عملوهاش، فهو ما عندوش تخيل. حتى لو كانت عملت اجداده عملوها وفشلت هيبقى في تخيل، لكن هو ما فيش. فدي احد الاسباب برضو اللي هم يقول لك ما فيش حل غير ان احنا يعني نقمع الجماعات الاسلاميه ونقمع التطرف بالبرامج والخطاب الديني والكلام ده، لكن ما فيش تصور لثوره دينيه. فده السبب الثاني ان احنا مش قادرين نقف قدام التطرف.
والسبب الثالث؟ السبب الثالث انه ده فقهي بقى، فقهي ديني يعني، انه اللي احنا بنسميهم متطرفين والاكثر تطرفا والمعتدلين والاكثر اعتدالا، هذه الدرجات المتفاوته كلهم بيؤمنوا بنفس الامر. الفرق بينهم هو فقط مش في الجوهر. الفرق بينهم في التوقيت. مثلا اقول لك مثلا تطبيق الشريعه الاسلاميه اللي هو قطع يد السارق ورجم الزاني وكده، كل الاطياف تؤمن انها لازم تطبق الشريعه الحدود الاسلاميه. الحدود بالذات يعني، لكن الفرق هو في التوقيت. يعني داعش لما خد ارض طبق الشريعه في لحظتها هنا والان. غير كده ناس تقول لك لا، ده احنا لازم رفع مستوى معيشه الناس، مش معقول اقطع يد السارق وهو جعان. لو سرق وهو جعان زي ما حصل في السودان مثلا، كان الناس الحراميه الكبار ما يقطعوش ايديهم، والحراميه الصغيرين اللي سرق له رغيف ولا مش عارف ايه يقطع له ايده، وهكذا يعني. وبرضه الزواني وكده. فهم بيقولوا ما ينفعش، لازم يكون في عداله اجتماعيه الاول زي ما كان ايام عمر بن الخطاب. وحتى عمر بن الخطاب اوقف الحد السرقه في عام الرماده، في عاد الرماده. فلما يكون في عداله اجتماعيه زي ايام عمر بن الخطاب يبقى ساعتها هنعمل الحدود. فهنا الفرق في التوقيت، مش في نظريه جديده، مش في فكر جديد، مش في معنى جديد للحدود. عصري حديث ما حدش بيطرح ده. فالتوقيت وكمان التطبيق، يعني اختلاف نوع التطبيق. لكن الفكرة الأساسية هي موجودة عند الجميع. فبالتالي ما تلاقيش في إدانة واضحة مثلا في مصر لداعش، أو في إدانة، ده كل ما هنالك إن هم مستعجلين بس. ودي الثلاث أسباب اللي مخلية صعب إن احنا نواجه التطرف. ومتنوعة، في حاجات خاصة بالدولة، حاجات خاصة بالخبرة الشخصية للشعب المصري، بالزبط. حاجات خاصة برؤية الفقه الإسلامي، في سبب تاريخي وفي سبب سياسي استراتيجي وسبب فقهي. طيب في ضوء كل ده، إيه الدور اللي الممكن واللي المفروض يلعبه المسيحيين المصريين؟ الحقيقة أنا قلت 10 حاجات. 10 حاجات أنا أحب أقراهم نختم بيهم. يعني إيه اللي ممكن المسيحيين يقدموه لمصر؟ الحقيقة كان طلبت مني هيئة تبع الأمم المتحدة إن أنا أعمل بحث، هي حاجة سكانية تهتم بالسكان يعني، إن أنا أعمل بحث إيه اللي بيمتلكه المسيحيين، بيمتلكوه يعني ماديا ومعنويا، ويعني ثرواتهم ومدارسهم ومستشفياتهم، رأس المال الاجتماعي، مصانعهم، كل الكلام ده، وإيه اللي ممكن يعملوه ككتلة سكانية مصرية أصيلة. فأنا عملت البحث ده كويس قوي يعني، وفي الاخر قلت ايه اللي ممكن المسيحيين يعملوه يعني. فانا هنا كاتب 10 حاجات بقول ان المسيحيين بيملكوا الكثير انهم يعملوه. اول حاجه انه لازم يعضدوا مجهودات الدوله في تطوير نوعيه التعليم. يعني احنا عندنا مدارس ضخمه جدا وعندنا خبراء تعليميين ممتازين، بس المفروض ان الدولة يعني تطلب منهم كده. تعضيد مجهودات الدولة لتطوير نوعية التعليم والخدمات الصحية وتنمية المجتمع والتأمين للمحتاجين. احنا عندنا جمعيات مفيش زيها في مصر، عندنا حجم جمعيات قوية جدا وبتشتغل بصورة رائعة جدا. فلازم يكون مع الدولة، يعني الدولة تساعدهم انها او تقول لهم يعملوا ايه وهم كمان يقوموا بيه. الحاجه الثانيه، المشاركه في الصراع والنضال الذي تعانيه الدوله كدوله ناميه. يعني احنا دوله ناميه، يبقى احنا كمسيحيين لازم نعاني انه كدوله ناميه في العلوم والتكنولوجيا وفي النظام غير العادل والازمه الاقتصاديه. يعني ده معاناه لكل الناس، فما نجيش احنا المسيحيين ونتبرم. نتبرم مع بعض زي ما حصل في 25 يناير، لكن مش احنا لوحدينا اللي نتكلم عن
ان احنا دولة نامية والنظام غير عادل وكده، اذا قلناه مع بعض اوكي. الحاجة الثالثة الالتزام والانتماء الى رؤية جديدة كمسيحيين يعني للتنمية والتحديث بالحضور الفعال للمسيحيين لاجل تحرير الانسان كاملا واعطائه حقوقه وكرامته. الحاجة الرابعة ان احنا نعضد القوانين اللي تطلع من الدولة التي تنادي بالحق والعدل، وان تأخذ الكنيسة دورها في محاربة الشر المستفعل والفساد العام. فمبرر وجود الكنيسة يتوقف على عندنا زي ما انت عارف اللاهوت المسيحي في الدور الكهنوتي والدور النبوي، الكهنوت الصلاة جوه الكنيسة والنبوي العمل في المجتمع. خامس حاجة الالتزام والعمل على دراسة وتقوية وتنمية القيم الأخلاقية الحضارية الإيجابية العامة حتى لو لم تتسم بالسمة المسيحية، يعني في فضاء العامة لا تتسم بدين احنا نعضدها. الحاجة السادسة التأكيد على حقوق المرأة والطفل والشاب لكي يكون لهم حضور على جميع المستويات التعليمية وفي كل المنظمات الحكومية والأهلية، وبالأولى في الكنيسة. دور المرأة ودور الطفل في الكنيسة عشان يأخذوا مسؤولياتهم ويساهموا بطريقة فعالة. السابع تعضيد كل جهد لحماية البيئة العامة اللي هو الزبالة وحماية كده يعني. التامنة العمل بقوة وجهد غير عاديين لتحقيق الوحدة والمشاركة الفعالة لجميع البشر في القطر كله مهما اختلفت الديانات أو الأجناس أو التوجهات الحزبية، نحن كلنا نشتغل مع بعض. تاسعا العمل على أن تكون مصر دولة محايدة دينيا وليست علمانية، ذلك لأن معنى العلمانية في معناه المتشدد رفض الدين، أما الدولة المحايدة فهي التي تقبل جميع الأديان في ظلها وتتعامل بأخلاقيات عامة تشمل الجميع ولا تنحاز لدين معين، لأن الدولة شخصية عامة معنوية مش بتقوم بشرائع وفرائض. عاشرا آخر حاجة تطوير وتعضيد كل الأنشطة الروحية والتعليمية مسيحية كانت أم غير مسيحية. أنا جايب كلمة أو مقولة للأب متى المسكين بيقول فيها: الطائفية كتكتل بشري امتدادها الوحيد بعد الأسرة ليس مكانه الكنيسة بل الوطن، والوطن وحده يمتص الطائفية، أما الكنيسة فلتبقى إلى الأبد مكان انطلاق إلى العالم. إننا في الكنيسة نتعاهد على أن نموت معا ومع المسيح عن كل إنسان في العالم مهما كان ذلك الإنسان، أما كنيستي فقد أخفت المسيح نور العالم عن العالم بجعله مسيح أقلية، مسيحا منسحبا خائفا منكمشا يتقي الناس ويتحاشى المظالم ويهرب من دفع السماء. آخر حاجة أنا ختمت بها الكتاب بقول: إذا استطاع المسيحيون أن يعيشوا قضايا مجتمعهم بكل ملئه ويتفاعلون مع مشكلاته يومها، لن يخشوا من تطرف ديني أو اضطهاد مدني، أصبحوا جزءا لا يتجزأ من المجتمع، يرتفعون بارتفاعه ويهبطون بهبوطه، ولن يكون ألمهم سوى ألم الرائد الذي يريد أن يحقق حلمه بتغيير مجتمعه إلى الأفضل روحيا واجتماعيا وسياسيا. فهل يفعلون؟ أرجو ذلك. فهل يفعلون؟ نرجو ذلك. وفي الختام بشكر ضيفي العزيز الدكتور القس إكرام لمعي على مدار أربع مجموعات أو أربع أجزاء على موزعة على أربع حلقات اتكلمنا عن كتاب المسيحيون بين الوطن والمقدس، واللي فعلا فيه مجهود كبير بيستعرض أوضاع مختلفة، حقبات وعصور مختلفة من زوايا مختلفة، ولكن بيجمعها خط واحد هو الانتماء للوطن والانتماء للحضارة والدور الفعال في الحضارة. أشكر حضراتكم، أشكر ضيفنا الدكتور إكرام لمعي.